أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. روى عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أن قال دخل علي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام وقال لي فاطمة إني لا أجد في بدل ضعفا. فقلت له أعوذ بالله يا عبد من الضعف. فقال يا فاطمة أتني بالكساء اليماني وغتني بي. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيت بالكساء وغتيت بي وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتعالى نورا كأنه البدر في لدد تمامه وكما اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الفاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إن يشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلنا من جدك نائم تحت الكساء. فأقبل أحسن نحو الكساء قال السلام عليك يا جدة. السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ فقال لو نام قد عذبت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. السلام عليك يا أمة. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمة إن يشم عندك راية طيبة كأن راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلنا من جدك وأخاك نام رتعت هذا الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة. السلام عليك يا من اختار الله. أتأذنني أن أدخل أمامكم رتعت هذا الكساء؟ فقال له نعم قد أعذبت لك يا حسين. فدخل معهم الحسين تحت الكساء. قال الفاطمة عليه السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد أقبل قال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين عليه السلام. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأن راية أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها وما ولديك نائم تحت هذا الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختار الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحتها ما كنت تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أعذنت لك. فدخل علي معهم تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها فما أسأل يا ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا. السلام عليك يا رسول الله. إن الله تعذر لي أن أدخل معك متى هذا الكساء؟ قال نعم قد عذبت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. قالت فاطمة فلما تملك من تحت الكساء قال الله اعلم يا ملائكتي والسكا
كان سماواتي وعدتي ودلالي لما خلق سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال جبريل عليه السلام: يا رب ومن تحت الكساء؟ قال: الله تعالى ومع بيت النبوة ومعادن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبريل: يا رب أتأذرني أن أعمد إلى الأرض لأكون معهم سادة؟ فقال الله تعالى: نعم قد عدمت لك فأبطنا أمير جبريل وأضلح والكساء. وقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من اختاره الله، إن الله عز وجل يقربك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعدتي ودلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لعلمكم ومحبتكم. وقد علمنا ندخل معكم تحت هذا الكساء وعلى الدنيا يا رسول الله يا ندخل معكم. فقال: قد عدمت لك. فدخل جبريل معهم تحت الكساء. وقال لهم: إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام: يا رسول الله، أخبر لي ما لجلوس على تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال: نبي الذي بعث بلق نبي واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من أشيادنا في منون هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال: نبي الذي بعث بلق نبي واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من أشيادنا في مامون إلا ونزلت لهم الرحمة وحفتهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فلنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا ورب الكعبة. فقال رسول الله: والذي بعثني بلق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا وفي مامون إلا وفرج الله همه ولا مامون إلا وكشف الله عمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فلنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاتوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت على وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة تسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم صل على اللهم لعن ولا الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين لهم على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جعدت الحسين عليه السلام شاياد بايات وتابات لا قبلي. اللهم لعنهم جميعا. اللهم قصر عن تأمل الظالم باللعن به وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن الإيد الخامس ولعن عباد الله الزيان وابن مرجعتا وعمر ابن سعد وشمرا وعلى ابي سفيان وعلى زياد وعلى مروان الى يوم القيامه. الله
لعن الجد والطاغوت لعن الله قاتل فاطمة الزهراء سلام الله عليها اللهم لعن على سعود اللهم لعن بني أمية قاتلة ألا لعنة الله على القوم الظالمين إلى يوم القيامة اللهم ارزقنا زيارة قبر حسين في الدنيا وشفاته في الآخرة اللهم ارزقنا زيارة قبر حسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم اجعلني عندك وديا بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في حال الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن ربك طوعا وتمد فيها دليلا برحمتك يا أرحم الراحمين.